يعني أفكركم مرة تانية بسؤال حلقتنا اللي بيقول احكي لنا عن تجربة أو موقف أثر في حياتك. وأنا شخصيا شايف إن رفض للتجربة هو بمثابة رفض للحياة عموما، لأن زي ما قلت لكم التجربة يعني هي اللي بتأثر في نضج شخصية أي شخص مش الزمن. خلونا ناخد مجموعة من أسئلة أو إجابات حضراتكم على السؤال اللي بيقول في أستاذ عبد المنعم جاب الله بيقول صباح الخير عليك يا عبد الصمد بلدياتي، طبعا صباح النور على أهل المنوفية كلهم، هو من الشهداء من المنوفية. الموقف اللي أثر في حياته لما سافر السعودية وترك أولاده وأسرته لأول مرة في حياته ولم يصبر على فراقهم ونزل أجازة لمدة 10 أيام بعد شهرين من السفر، لأن الغربة قربة. وصباح الفل على حضراتكم. أكيد طبعا يعني فكرة اللي أنت تكون في أسرة أكيد أي حاجة ليها ضريبة، لكن فكرة اللي أنت كمان تتغرب برا البلد دي بتكون ضريبتها كبيرة قوي، محدش بيفكر في ده. يعني أغلب الناس بتشوف ده بيسافر بيعمل فلوس، ما يعرفوش أنه بيسافر بيشقى بيتعب، ما فيش ناس حواليه ليها ضريبة وضريبة كبيرة جدا ويمكن مرها أكتر من حلوها يعني. طيب في رامي محمد بيقول تجربة اختلاط الزيت بالماء بتاع درس العلوم، لأن أنا من يومها عرفت أني لازم أدخل أدبي. طيب يعني التجربة دي كانت مفيدة وخلتك تغير مسار حياتك خالص يا رامي، يعني من علم الأدبي. في علاء أبو زيد صباح الخير عليكم جميعا، فعلا مر علي موقف صعب جدا، كنت رايح مشوار وعملت حادثة وهي حادثة سقوط على الأرض وتكسرت الفقرات القطنية عندي. الكلام ده كان سنة 2001 ومن وقتها وأنا ماشي بعكاز طبعا وبالتأكيد تغيير جذري، لكن الحمد لله أنا شغال في التربية والتعليم وكل يوم بروح الشغل ودعواتكم ليا بالشفاء. تحياتي علاء أبو زيد من البحيرة كوم حمادة. يعني ألف سلام عليك يا أستاذ علاء، وأكيد هو قدر وأكيد ربنا يعني شايل لك حاجة أحسن والتجربة دي هتعدي بشكل سريع يعني.